أن كل أحد قطعا سيلقى الله. من الشقي؟ الشقي ومن لا يفرح إذا لقي الله. قد تحقق أمرا يعجبك يحسنك فتأتي به إلى مثلا أبيك، ربما بقدر الله أبوك لا يفرح بهذا الشيء، تأتي به إلى رئيسك في العمل قد أنجزت شيئا لا يفرح رئيسك به، تأتي به إلى ولي أمرك لم يقابلك فيه بما تؤمل، تأتي به إلى أمك كانت أمك مشغولة بأخيك مشغولة بأخيك، تأتي به إلى أي أحد تحب أو تجله فلا تجد عنده فرحة كنت تتمناها، فكونك لم تحصل على الفرحة عنده شرعا لا يضيرك لا يضرك لا ينقص من قدرك البتة. لكن من الشقي؟ من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة، من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة. كيف يستطيع المسلم أن ينال الفرحة إذا لقي الله؟ يدخر له سرائر أعمال يجعلها في غالب ظنه ذخرا يوم لقى الله جل وعلا. والله إنك لن تلقى أحدا أرحم بك من الله، فإن لم يرحمك الله فلن يرحمك أحد. قال أحد السلف: والله لو خيرت بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني والدي لاخترت أن يحاسبني الله، إن الله أرحم بي من والدي. اللهم إنا نسألك رحمتك في الدنيا والآخرة، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.